حكم استعمال الذهب والفضة؟ ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ استعمال ذهب الفضة هل مباح؟ هل هو حرام؟ قال فيه تفصيل، وعند التفصيل يتم التحصيل. باب اللباس الذهب والفضة، الفضة جائز للرجال والنساء، والذهب جائز للنساء، لكن استعماله آنية حرام على الرجال والنساء. فقال فباب اللباس أخف، فيباح لبس الفضة للرجال والنساء، ويباح لبس الذهب للنساء. باب الآنية أخف من باب الآنية، الآنية لا تشرب بآنية الذهب الفضة ولا تأكل فيها، حرام ما يجوز. نعم. مثل يقول مروى البخاري مسلم لا تشربوا في آنية الفضة ذهب الفضة ولا تأكل فيه صحاها فيها، فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم. إلا أنه يستثنى في حديث الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله. نعم. قدح للنبي صلى الله عليه وسلم لحمه، كيف لحمه؟ مكان الكسر وضع إيش؟ فضة. لكن هذا أمر يسير، الإناء كله فضة وأغلبه فضة لا يجوز، سلسلة اللحيم من الفضة لا بأس. نعم. يستعمل فضة في الأشياء اليسيرة في الآنية، يعني إصلاح الكسر ونحو ذلك، ليس الذهب فقط الفضة. نعم. وأما باب اللباس والعتاد فأبيح ذلك. عتاد يعني إيش؟ يعني أسلحة إيش؟ القتال، عتاد. وأما نعم. لباس يعني والحق. لو لبس بشت مثلا في شيء يسير من الذهب أو الفضة لا بأس، يسير. الشيخ الثامن يقول بعد تركه أولى، لكن اليسير يعني خيوط من ذهب لا بأس. لو لبس مثلا حزام أو شيء أو نوع من هذا لا بأس، لكن الكثير لا. كذلك يعني لو وضع أنف من ذهب أو من فضة هذا أيضا لا بأس، أسنان ذهب وإن كان هذا معد السابق. شو الناس إيش تعمد تبسم عشان شوف أسناني ذهب، الحين هذا صار ها في خبر كان. نعم.